الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 23 من شهر طوبى المبارك، أحسن الله انقضاءه ووعده علي أنه مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي آمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار استشهاد القديس تيموثاوس تلميذ القديس بولس الرسول وأسقف أفسس، وفيه أيضا نياحة البابا كيرلس الرابع أبي الإصلاح البطريرك المائة والعشر من البطاركة الكرازة المرقوسية. في مثل هذا اليوم من سنة 97 ميلادية استشهد القديس تيموثاوس تلميذ القديس بولس الرسول وأسقف أفسس. ولد هذا القديس في لسترا بأسيا الصغرى من أب يوناني وأم يهودية، ربته أمه على حياة التقوى والإيمان ودراسة الكتب المقدسة. وفي ذلك يقول له القديس بولس: إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك إفنيكي، ولكنني موقن أنه فيك أيضا، وأيضا قوله: وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. آمن القديس واعتمد على يد القديس بولس الرسول وصار تلميذا له كما صاحبه في أغلب رحلاته التبشيرية، ثم أقامه أسقفا على مدينة أفسس عندما رأى نموه في النعمة، وكتب له رسالتين، الأولى سنة 64 ميلادية يوضح فيها التزاماته الرعوية وبعض التنظيمات الكنسية، والثانية سنة 67 ميلادية يحثه فيها على الجهاد من أجل حفظ الإيمان ولشدة نشاطه الرعوي حيث جذب الكثيرين من الوثنيين إلى المسيحية. قام عليه الأشرار من اليهود والوثنيين وضربوه بالعصي حتى فاضت روحه في مدينة أفسس، فنال إكليل الشهادة فأخذ المؤمنون جسده الطاهر ودفنوه بإكرام جزيل، بركة صلاتهم فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 1577 للشهداء 1861 ميلادية تنيح البابا كيرلس الرابع البطريرك المائة والعاشر من بطاركة الكرازة المرقوسية والمعروف بأبي الإصلاح. ولد هذا القديس ببلدة الصوامع شرق التابع لأخميم سنة 1815 ميلادية، واهتم والده بتعليمه العلوم الكنسية فنمى على حب الفضيلة والتقوى واشتاق إلى حياة الرهبنة، فذهب إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس وصار راهبا باسم داود الأنطوني. ولما زاع صيت علمه وفضائله رسمه البابا بطرس الجولي البطريرك المائة والتاسع قسا، ثم عينه رئيسا للدير، فأحسن تدبيره واعتنى بتعليم الرهبان، ثم أرسله البابا بطرس الجولي إلى الحبشة لبعض أمور هناك. وأثناء وجوده هناك تنيح البابا بطرس الجولي سنة 1852 ميلادية، وبعد نحو عام قام الأساقفة برسامة الراهب القس داود الأنطوني مطرانا عاما في أبريل 1853 ميلادية باسم الأنبا كيرلس. ولما أحسن رعاية شؤون الكنيسة أجلسوه بطريركا سنة 1854 ميلادية، فاهتم بنشر التعليم وأقام المدارس للبنين والبنات، كما اهتم باللغة القبطية وألحان الكنيسة، واشترى مطبعة لنشر الكتب، وقام بتجديد الكنيسة المرقوسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة، واهتم بكافة شؤون الكنيسة، وقام بصيامة بعض الآباء الأساقفة. كذلك زار الحبشة لافتقاد الكنيسة هناك، وبعد جهاد شاق رقد في الرب، فحزنت عليه الأمة كلها، ودفن بالكنيسة المرقوسية بالقاهرة بعد أن جلس على الكرسي المرقوسي نحو 7 سنوات فقط. ولكثرة أعماله لقبته الكنيسة بأبي الإصلاح، بركة الصلاة تكون معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. Amen.
Αξιός αβατιμός Θεός ποιεύεις κόμπος εν τε Εφέσος. Hi.